السلام عليكم ورحمة الله، معكم إيمان مستعد ورجعت لكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من الله أنه يلقاكم وانتم بخير وعلى خير. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله أنكم تكونوا دائما أحسن أحوالكم. البنات والميمات، الأخوات، الصحابات، الحبابات، كل شيء. يعني ملي كنقول البنات راه كنجمع فيها كامل هادشي باش ما تقلقوش عليا الميمات والأخوات اللي راهم متابعيني، حيت واحد السيده في لي كومونتير قالت لي راه ما كاينينش غير البنات اللي كيتابعوك. اذا كنرحب بكم وكنقول لكم مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اول حاجه كنبغي نقول لك ما تنسايش لايك للفيديو، وشكرا شكرا شكرا لكم بزاف على لي لايك اللي خليتو ليا في اخر فيديو اللي كنت درت لكم. انا عارفكم كاينين بزاف منكم اللي كينساو لي لايك، ولكن دائما بداك اللايك ديالك كتخلي الفيديو ديالي يوصل للناس مازال ما وصلهمش للقناه ديالنا، وحتى انتي كيبقى دائما يجيك الاشعار بانني حطيت فيديو جديد. شكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم. شكرا. شوفي، خاصك تعرفي بانه اي كلمه حطيتيها عندي في القناه راها كتوصلني. شكرا لك بزاف بزاف بزاف، يعني راها وصلتني. نقدر نكون جاوبت، نقدر نكون ما جاوبتش، والا ما جاوبتكش غير عذريني، غير لضغط الوقت. وبعض المرات كيكونوا بزاف ديال بزاف ديال التعاليق كيجيوني في نفس الوقت. اليوم البنات شوفوا، اليوم جبت لكم عاوتاني بحال ديما بحال الفيديو اللي فات، جبت لكم يا لالا قفيطنات كيحمقوا. شكرا على التفاعل ديالكم اللي كان في اخر فيديو اللي كنت بنت فيه صراحه، لانني غبت عليكم، كان فيه هذا الرواح الحمد لله، وهذا علاش غبت وجيت لكم اليوم من بعد هذا الغياب الحمد لله. جيت لكم بفيديو اخر ديال القفيطنات اللي كان لقى تفاعل. اليوم كاينين الموديلات الطوب ديال الطوب. نتلاقاو البنات ما نطولش عليكم، نتلاقاو من دابا شويه. بالصلاه والسلام على رسول الله. دائما غادي نبداو، ما تنسايش الا كنتي مازال ما درتيش ليا لايك انك ديري ليا لايك، ويلا نبداو الفيديو ديال اليوم. اذا شوفوا هذا الفيديو ديال اليوم فيه قفيطنات فنين بحال كيف كان اخر فيديو الحمد لله اللي كنلقى اقبال ما شاء الله من عند الناس. بغيت نفتح واحد القوسين ضروري البنات سمعوا لي فيهم، ضروري انك تسمعي لي فيهم بالنسبه لي كوموند ديال القفيطنات. البنات رحنا حبسنا لي كوموند ديال القفاطن، يعني الناس كيف ما كتعرفوا دابا سيدنا رجب دخل، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي. يعني رجب شعباني ان شاء الله، الله يبلغنا رمضان ان شاء الله يا ربي بالصحه وبالسلامه، وكل واحد بوش ما كيتمنى. كيف ما كتعرفوا الضغط والزيار اللي كيكون علينا في هاد الايام هادي، هذا علاش الناس اللي غادي يبغيو يكومونديو اي قفطان اللي غيشوفوا دابا، فراه ما نقدرش نستقبل لي كوموند الا ديال شهر 6 ان شاء الله الرحمن الرحيم. كيف ما كنعرفوا صايمين في شهر 4 ان شاء الله بحول الله تعالى غادي نفطروا في الاول ديال 5. المعلمين كياخذوا واحد الواحد الراحه واحد شويه ونرجعوا مباشره، ولكن لي كوموند كيف ما قلت لكم ما غادي نستقبلها من دابا، ولكن اللي غتكون ديال شهر 6 ان شاء الله. بالنسبه للقفاطن كندوي على القفاطن، ما غنقدرش ناخذ القفيطنات قبل من هاد الفتره. الناس اللي راهما كوموندين من عندي ما تخافوش، الناس اللي ديجا حاطين عندي قفاطنهم ما تخافوش، لقيت اللي حنا متفاهمين عليها راه هي فاش غادي تاخذوا القفاطن ديالكم يعني قبل رمضان ان شاء الله. من ورا هاد لا فيديو لي كوموند ان شاء الله كامله حتى لشهر 6 هكا باش نبقاو متفاهمين، وعذرونا وما تقلقوش علينا، راكم عارفين راه الجري وهاد الميدان هذا ماشي سهل. فهذا علاش حتى انا ما نبقى بوجهي احمر مع الكليان، واللي عطيتها شي وقيته نبقى قادة بها ونبقى على قد كلمتي وعلى قد الموعد اللي عطيتها لي. يلا دابا هاد ضروري كان خصني نقول لكم هاد جوج كلمات
يلا دابا تشوفوا معايا لي موديل. غنبدا لكم بالرشمه العجيبه في القفطان، كيفاش جات في هاد الالوان الجداد ديال الحاجه من فرنسا اللي كتسنى حتى هي تشوف جليل، تشوف قفيطين ها كيفاش طلع، وباقي الاخوات كل وحده غنذكرها لكم. اذا بسم الله القفطان العجيب، غنبداو بالقفطان العجيب ونشوفوا الموديلات الجداد، كاينين موديلات جداد غزالين اللي غتشوفوا معايا. نبداو بالقفطان العجيب اللي كيحماقوا عليه الناس واللي راهما مكوموندين الناس من عندي. هادو اللي مكوموندين ليا غادي يكونوا قبل رمضان ومن وراهم ان شاء الله حتى لورا رمضان ان شاء الله. اذا كاين القفطان العجيب كيف ديما وبحال ديما القفطان العجيب اللي باقي داير عندي البوز، غادي نشوفوا هذا هو الاول بعدا ديال الحاجه اللي اختارت لوبرجين. هاد هي اللي اختارت صراحه الموف، ها هو قفيطن ديالك طلع كيحمق، وانا دخلت لك هاد الخضيضر هذا اللي جا صراحه مواتي مع هاد لوبرجين، جا خطير جا رائع. واصلا هاد القفطان راه شاكر راسو تبارك الله ما شاء الله. الناس اللي متابعيني في القناه عارفيني وعارفين الحمد لله لا كاليتي باش كنخدم، وعارفين هاد الموديل هذا وشايفين ما عنديش شحال من لون كيفاش كيطلع، واول مره غتشوفوه بهاد لوبرجين صراحه طلع رائع رائع بالصحه والراحه. الحاجه من فرنسا مازال حويجاتك ان شاء الله غتشوفيهم معايا في الفيديوهات المقبله، يعني اليوم حطيت لك اليوم ان شاء الله غنحط لك غير القفطان لان الفيديو خاص بالقفاطن. ها نتوما بطبيعه الحال الكريب دو سوا افيك موسلين لتحت، ودخلت ليها قولوا ليها عافاكم خليو ليها في لي كومونتير كيفاش جا هاد الخضيضر هذا، لان خلات ليا الراي وخلات ليا لو شوا باش ندير ليها لتحتاني، ما كانتش عارفه شنو غدير. شوفي شحال جاها فن صراحه جاك رائع بالصحه والراحه. بحال ديما الغزالات ديالي ما تنساوش انكم تبقاو حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا لي موديل ملبوسين في المانكان كيفاش جاوا، شي حاجه طوب ديال الطوب. اذا اول لون كان عندي في الموف، ونشوفوا العروسه ديالنا ماشي عروسه عفوا الاخت اللي الكوموندات من عندي نفس اللون اللي كانت شافت، غير هو برشمه طويله، هذه ديجا شافته من عندي كانت برشمه قصيره، هي بغاتو برشمه طويله. متابعه ديالي من الصخيرات يمكن اللي هي اللي كوموندات نفس الالوان نفس كل شيء، يعني كوبي كولي. كاينين بزاف الاخوات اللي كيقولوا لي ايمان كوبي كولي، يعني داكشي اللي شفنا عندك هو اللي بغينا. فهكا نعاود نوريه للمتابعات الا كانوا يلاه كيشوفوه، حيت بزاف كاينين اللي يلاه كيلتحقوا بالقناه. شوفوا البلوغوا مع هاد الغوز، يا سلام الماتسونو والالوان اللي دخلت فيه جاو رائعين صراحه، كيجي طابلو. شتي هاد القفطان خطير، وهذا علاش تبارك الله الناس كيكومونديوه عندنا. والناس كيف قلت لكم كيف شرت لكم اللي غيبغيو يكومونديو ان شاء الله لورا رمضان بحول الله تعالى، الناس اللي ديجا مكوموندين من عندي وحاطين العربون ديالهم راه ما تخافوش، رحنا في نفس الوقيته اللي حنا تفاهمنا عليها ان شاء الله. اذا اللون الثاني رائع طوب طوب، خليكم تشوفوه في اخر الفيديو في المانكان. نشوفوا صالحه من اسبانيا، اليوم غتشوفي من فرنسا عفوا، اليوم غتشوفي معايا القفطان ديالك اللي دائما كتقولي لي ايمان بغيت حويجاتي نشوفهم في اليوتيوب. ها هما يا لاله صالحه، غادي تشوفي اليوم غير قفطان واحد ان شاء الله، مازال كيوجدوا لك حويجاتك. هذا البنات هاد حتى هي درت ليها الرشمه العجيبه ولكن بواحد الطريقه غريبه. شوفوا درت ليها هاد البلوسيال هذا، هاد التخكوا هذا، ودخلت ليها هاد لورونج، ولكن عندها واحد الاختلاف صالحه، هي هادو صراحه ما غاديش يبان دابا حتى تلبسوا المانكان، غتشوفوه في المانكان كيفاش جاها، جاها فن جاها رائع البنات. خليكم وشوفوه في المانكان، حتى هاد ستيل راه نفس الرشمه ديال القفطان العجيب، غير هو هاد لو ستيل باش حطيت لها هذا جا مغاير وجا مختلف. خليت لها هكا نص طويق ولتحت جا على شكل في، فغادي تشوفوا معايا في المانكان كيفاش جا رائع حتى هو. وبطنتو ليها بهاد لورونج،
شوفوا الكميمات هنا كيفاش خدمتهم ليها، جاو بحال كتيفات طايحين شفتوا. ومن طبيعة الحال الغافي اللي كيكون في الظهير هنايا جاتها فنه صالحه، جات قفطانك غزال غزال غزال. شوفي لي الالوان اللي دخلت لك، البلو سيال مع هاد التركوا مع الخضيدر مع هاد لورانج، جا الميلونج رائع رائع رائع. وخليكم لاخر الفيديو دائما كيف كنقول لكم شوفوا لي موديل ملبوسين، راه لا علاقه ملي كنكون هزاهم بحال هكا، يعني الحاجه كتلبس عاد كتبان. غادي نشوفوا واحد القفطان ديال واحد المتابعه ديالي او لا كليانه ديالي من طبيعه الحال اللي من هولندا، وكان ديجا تقدات من عندي شحال من مره. هادي عام باش خدمت عندي، ودابا راه هادي تقريبا هادي هي لا كوموند الرابعه عندها عندي. شوفوا هاد القفطان هذا صراحه ما خصنيش ندوي، هو كيدوي على راسو مصاب، غير الصوره تنقل لي الجماليه اللي انا كنشوف. صراحه طلع لك قفطانك رائع رائع ديال بصح، شي حاجه نخوه الهم الشان التاويل. يعني لبستيه في المناسبه عارفه راسك شنو لابسه صراحه. خليك شوفيه، شوفوا هاد الكلام كامل اللي كنقول لك خليك تتشوفيه ملبوس في المانكا، لان واخا نعيا من نوصف لكم ماشي بحال لا كان ملبوس صراحه. الكريب في الكريب، هادي تكشيطه عفوا كنقول قفطان، هادي تكشيطه خدمتها لها الكريب في الكريب، اختارتها بهاد الحمر هذا، وكلها مطرزه وثقيله تبارك الله ما شاء الله، مطرزه ومنبته في نفس الوقت، كلها منبته ومطرزه بطرز رباطي، فيها الخراط مخدومه من الخراط. هانتوما كيف كتشوفوا السليتات بربعه، وغادي تشوفوا معايا السليتات في الظهر، حتى هو الظهر هنا كيجي مضمه حتى لهنا، وكتجي لتحت كله هابطين هاد السليتات هادو. الكميمات مخدومين على جوج ديال البلايصات شفتوا، والقد تمام راه تبارك الله ما شاء الله، واحد الرشمه رائعه، واحد الرشمه غزاله 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 بصحتك وراحتك، كلها بالطرز رباطي ومخدومه بالماتسونو، شي حاجه غزاله شي حاجه الطوب ديال الطوب بصحتك وراحتك. خدات لينا وقت في الخدمه، ولكن الحمد لله ملي كتخرج النتيجه غزاله ف يعني ما كيهمش نهائيا. شوف كيفاش جاها رائع وراقي، شوفوا يعني لان راه طويل تبارك الله مترو وكدا وستين يمكن اللي درت في الطول، راه ما يمكنش نهزو في الكاميرا، وغتشوفوه كيفاش جا شي حاجه نقيه. انا راه ما راكم عارفينني داكشي السواقي وداكشي راه ما عنديش، خدمه رقيقه يعني الخدمه ديال القلب صراحه، الخدمه اللي كتخرج من القلب الحمد لله كتوصل للقلب. وكنشوف هادشي من خلال الاتصالات اللي كيجيوني من عندكم، من خلال التعاليق اللي كتخليو ليا، ففعلا كنشكركم بزاف بزاف بزاف. غنشوفو بحالو تقريبا تقريبا ماشي بحالو، وانما في نفس اللون نقدروا نقولوا هذا بالبوردو اللي خدات لي ديال الاخت اللي كتابعني حتى هي لالا سعاد، اللي طلع لك القفطان ديالك هو بالصحه والراحه، كله حتى هو مطرز بالطرز الرباطي، وطبيعه الحال خليكم حتى تشوفوه في الماركة. شفتوا البنات راه كله عامر تبارك الله، القفاطن عامرين وهازين هازين لو بوا، هازين حتى في العبار، ها نتوما عامر تبارك الله وصلى عندي. شفتوا كيجي كله هكا، الصدر كله عامر، اليدين يعني هادشي خدام لنا تبارك الله وقت، خليكم باش تشوفوا هادشي في لي مانكان، راه في هاد كتجي فيه هاد لاجيب هادي هكا. بالنسبه للناس اللي ما كيبغوش الدو بياس غتشوفوا كيفاش داير في الماركة، كيجي عامر تبارك الله، كله تا هو مرصع، كله تا هو منبت، كله عامر ومخدوم في الكريب عفوا مخدوم في الدغا دو سوا. نشوفوا القفطان الاخر ديال
الغزالة ديالي سميرة من لالا سمية من إيطاليا. القفطان ديالك الاول ها هو وجد، وديال جوهرة حتى هو راه قريب يوجد، جاك غزال، ولكن لا كولور هنا ما بيناش ليا مزيان مزيان. قفطينك جا فن فن فن، نفس اللون اللي كنتي اختاريتي في الموديل، جاك فن مخدوم بهاد اللوينات نفسهم اللي شفنا في الموديل، وكله مطرز ومنبت ب ب ب بالماتسونو. جاك غزال كله مخدوم باليد. شوفوا اختي ما كي دايره في راس الكم، شفتوا اختي ما في راس الكم رائعه في الفينيسيون. شوفوا خدمه كيفاش دايره، نقيه بغات العقيدات راس الكم، داكشي ديال شحال هادي حنا رجعنا ليه. شوفوا الخدمه، شوفوا الفينيسيون، دائما هذا الشيء كناكد عليه. شوفوا الظهر حتى هو، غير هاد الالوان اللي كيكونوا مفتوحين البنات في التصوير ما كيبانش فيهم الموديل مزيان. بالصحه والراحه قفطينك، جاك رائع رائع رائع، بالصحه والراحه جاك غزال القفطان ديالك، بصحتك وراحتك. اذا حتى لهنا غادي نبغي نقول لكم بسلامه، كنتمنى من الله ان لي موديل اللي جبت لكم ينالوا الاعجاب ديالكم. انتظروني ان شاء الله في الفيديو المقبل. ما تنساوناش من لايكاتكم، ما تنساوناش من البارطاج، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات مقبله. تبقاو على خير.